عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إن رجلا أخطأ في حق رجل آخر، ومات ذلك الرجل، فهل يجوز له أن يطلب المغفرة من الرجل الميت الذي أخطأ في حقه؟ كيف يطلب منه بعد الموت؟ لكن يدعو له. إذا أخطأ في حق رجل ومات الرجل الذي أخطأ في حقه، يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه. نعم.